لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص. وعندي سلام جوه المسيح، أصل المسيح. لأن الموضوع النهاردة مهم جدا جدا جدا. الرب يسوع عايزك تبقى خادم مميز، وده بيورينا فقال لهم ماذا صليتم؟ فقولوا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمه. على أبونا السماوي اللي فيه كل الراحة والأمان. لم أجد وسط الظروف الملاذ الذي يأتي وقت العناء، لجأت لمن لا يسمعون لا يشعرون لا يدركون لا يفهمون، واعتقدت أن لديهم الرجاء، فحولتني والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا ومرحبا بكل مشاهدي قناة الطريق في كل أنحاء العالم، برحب بكم في هذه الأمسية، ومن دواعي سروري أن يكون معي جناب الفاضل الدكتور القس مودي أنور. أهلا ومرحبا بك يا أسيس. أهلا جناب القسيس أبونا الغالي، سعيد أني أكون معك مرة تانية، وسعيد أن احنا نكون بنتشارك مع بعض تقديم كلمة الرب للمستمعين، وبصلي يكون الوقت ده وقت بركة على كل مستمع وعلى كل مشاهد للحلقة، وبصلي الرب يدينا كلام يكون مفيد ويكون سبب بركة كثيرة. أهلا بك يا أسيس، وأنا مبسوط خالص أنك تكون معايا في حلقة الليلة. والأسيس مودي هو صديق لبرنامج تليفون السماء منذ فترة طويلة، وكمان أحبائي المشاهدين برحب بكل المداخلات وطلبات الصلاة على الفايبر والواتساب الموجود رقمه على شاشة تليفون شاشة قناة الطريق. هنبدأ الحلقة بالصلاة من جناب الأسيس، فضل قدنا في طلب الصلاة. أبونا السماوي، من أعماق القلب نشكرك، نعظمك، بنباركك، بنمجدك، لأنك أنت إله صالح، إله مليان محبة، إله مليان حنان نحونا نحن البشر. إله نظرت إلينا وزماننا زمان الحب فأحببتنا، تنزلت إلينا من سماء ملجأ، أخذت صورتنا رغم عظمتك ورغم جلالك، لكن أخذت صورتنا، أخذت صورة إنسان عشان خاطر تفدي الإنسان، تقدم للإنسان فداء أبدي. رب عظمك لأجل الوقت الطيب والمبارك اللي احنا موجودين فيه يا رب من حول كلمتك وعلى قناة الطريق، بصدق أنك تستخدم الوقت ده بركة لكل مشاهد ومستمع في هذه الليلة، في اسم المسيح ليك يا أبانا حمد القلب. أمين أمين. شكرا ليك لأجل هذه الصلاة، وأنا واثق أن الرب هيباركنا بركات غير عادية في هذه الأمسية. أعزائي المشاهدين،
حلقة الليلة بعنوان لتكن مشيئتك. ورد في إنجيل متى إصحاح 6 وآية 10 هذه الكلمات اللي فاها بها رب المجد: ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك. وفي لوقا 11 عدد 2 قال رب المجد أيضا نفس المعنى: فقال لهم متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. ثم أيضا في إنجيل متى إصحاح 26 آية 42 وده رب المجد يسوع بنفسه لما كان في بستان جسيمان مكتوب كده: فمضى أيضا ثانية وصلى: يا أبتاه إن لم يكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئته. وكتب رجل عظيم هذه الكلمات: أن تعرف مشيئة الله فتلك أعظم معرفة، أن تتوصل لمشيئة الله فذاك أعظم اكتشاف، وبينما أن تصنع مشيئة الله فذاك بمثابة الإنجاز الأعظم في حياتك. يا رب هذه صلاتي بقولها كده: يا رب ساعدنا لكي نصنع مشيئتك ونقبلها بفرح وسرور، بل وليكن لسان حال كل واحد فينا: يا رب لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وذلك حينما نمتلئ بالروح القدس نسمع صوت الرب يقول لك: أعلمك أرشدك الطريق التي تسلكها عيني عليك. ونحن نعلم أن كل الأشياء هي تعمل معا للخير للذين يحبون الله. بداية جناب الأسيس مودي بسألك: ما هو مفهوم المشيئة الإلهية؟ واحد بيسأل كده: أنا مش فاهم يعني إيه المشيئة الإلهية، ولا سيما لما ناس بتطلب وبتقول له لتكن مشيئتك ولكن الطلبة بتيجي عكس المطلوب تماما، فخليك تكلمنا إزاي نفهم مشيئة الله. تفضل يا جانب الأسيس. في البداية عشان أشرح فكرة ومعنى مشيئة الله، لازم نفهم أن مشيئة الله تختلف عن مشيئة البشر. فأنا مثلا كإنسان لما بقوم بفعل معين وبتمم هذا الفعل، فبتظهر مشيئتي من خلال الفعل اللي أنا بعمله. ولكن مشيئة الله هي أكثر عمقا من فكرة المشيئة البشرية. لما نرجع لكلمة الله في الكتاب المقدس نلاقي مشيئة الله لها أوجه مختلفة. فهناك أولا المشيئة المستترة أو المشيئة السامية، ودي بتبين ان الله هو ضابط الكل وهو المخطط والمدبر والمدير، وده بنشوفه في سفر تكوين اصحاح 37 عدد 50. نلاحظ بدايه قصه يوسف وازاي ان مشيئه الله، الرب كان بيتمم مشيئته من خلال حياه شخص وهو يوسف. ما كانتش المشيئة معلنة وظهر ليوسف ولا لإخواته ولا لأبوه، لكن في نفس الوقت كان الرب عنده خطة ومشيئة وهدف من اللي بيحصل مع يوسف. يوسف في لحظة من لحظات يترمي في البير، لحظة من لحظات يتباع لقافلة من الإسماعيليين، في لحظة من لحظات كمان تشتكي عليه امرأة بوتيفار وهو بعد ما بيع عبدا في أرض مصر، ويترمى في السجن لسنين طويلة وهو نفسه ما كانش فاهم، وممكن يسأل السؤال: ليه يا رب؟ ليه يا رب بتعمل معي كده؟ أنا ما حصلش مني خطأ، أنا في يوم من الأيام الخطية تعرضت عليا وأنا كنت في قمة ضعفي، لكن أنا رفضت وقلت كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله، وأنا بخافك وأنا بحبك، إزاي يحصل معي كده؟ لكن كانت مشيئة الله الغير معلنة إن في لحظة من اللحظات يخرج يوسف
من السجن ليقف أمام فرعون ويلبس اللبس الملوكي ويجلس على الكرسي بجوار فرعون ويسمى في يوسف ويصير إنسان عظيم ويبقى ثاني شخص في أرض مصر، مصر اللي كانت أكبر حضارة في الوقت ده. فمشيئة الله بتحمل أو أوجه كثيرة، منها المشيئة المستترة ومنها أيضا المشيئة المعلنة. المشيئة المعلنة دي نشوفها في كلمة الله وأمثلة، مثلا زي الوصايا العشر، الرب في مشيئته بيقول لنا تحب الرب إلهك من كل قلبك، قدس يوم الرب، اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. وبيتكلم لنا عن لا تزني، لا تسرق، لا تقتل، لا تشتهي شيئا مما لقريبك. بعد إذنك جناب القسيس أشكرك كتير، لكن أنا عايز أرجع بيك في القصة الجميلة اللي فيها عمل ربنا واضح، وهي قصة يوسف لما كان عبد وبيعة والرب باركه بركات غير عادية إلى أن وصل زي ما حضرتك قلت كده وصل للملك. لكن في مشهد مؤثر جدا جدا جدا، إخواته كانوا يظنوا أنهم فقدوه أو ذئب ابتلعوا أو إلى آخره، لكن في مشهد عايز حضرتك تلقي عليه الضوء، لحظة مراحهم لأرض مصر واستقبلهم وشافهم وعرفهم. هذا المشهد بيكلمنا عن المشيئة الإلهية، أنتم قصدتم به شرا لكن الله في مشيئته الصالحة قصد به خيرا. تفضل جناب القسيس. المشهد ده مشهد عظيم جدا جدا، لأن لما نتأمل في المشهد نفسه يوسف نفسه بيقول لإخواته أنتم قصدتم بي شرا ولكن الرب قصد بهذا الشر الذي فعلتموه بي قصد به خيرا. أنا عايز أقول أن في بعض الأوقات أن الرب بيسمح بتجارب وضيقات، بيسمح بآلام، بيسمح بأمراض، بيسمح بظروف صعبة، بيسمح بديون، عشان خاطر هو في قصده اني في نهاية المطاف اني يدينا اختبار عظيم جدا جدا جدا. فقصة يوسف او المشهد ده بيبين الاختبار العظيم اللي يوسف فيه، بيوضح لإخواته يقول لهم ما تزعلوش، ما تتضايقوش، ما تخافوش، اللي انتوا عملتوه ده كان بقصد وبسماح من الله، لان الله كان بيرتب من خلاله الخير. والله في أوقات كثيرة يسمح لك بضيقة، يسمح لك تجتاز في ألم، يسمح لك تمر بالسنين صعبة برضو. معلش هوقفك حتة تانية، لأن الروح القدس شغال جوايا في هذا المشهد لما بيقول كده انتحى جانبا وبكى، وبعدين طلب منهم طلب، قال لهم أين أخوكم؟ مين سأل على مين تفتكر؟ انا عايز انا مش ممكن توضح لي هو وقف انتحى جانبا كده وابتدى يبكي. ويجهز بالبكاء لما شاف اخواته فسألهم عن اخوهم بنيامين، مش كده؟ ايوه. وبعدين ابتدى هم هذا المشهد عايزك تتكلم بوضوح اكتر عن عمل ربنا، وابتدوا ينتبهوا من الخوف وابتدوا يعرفوا ان هذا هو يوسف. ياري تفضل حضرتك. المشهد كان مشهد لما لو احنا يعني حاولنا نعمله بكل المقاييس كدراما تلفزيونية او سينمائية، مش سهل ان حد يقدر يتخيل العظمة هذا المشهد. إخراج إلهي ده، إخراج إلهي ده. تفضل. الموضوع كان موضوع لما نقعد نتأمل فيه عظمة عمل الله. نعم. في حياة يوسف. يوسف لما
شاف اخواته في اللحظات دي اللي فيها انعزل عنهم وبكى وصرخ وبكى بكاء غير عادي. نعم. لدرجة ان كل المصريين اللي موجودين في القصر وموجودين حواليه كلهم سمعوه وسمعوا بكاء يوسف اللي كان بكاء مر جدا، ولما كشف ليهم عن شخصيته وكأنه بيقول لهم تعالوا قربوا مني، تعالوا شوفوا خطة الله العظيمة، انتوا رمتوني في البير وبعتوني عبد، لكن الرب حول هذا الأمر ان انا في يوم من الأيام اجلس بجوار فرعون. ومش بس كده، ده الأمر لخيركم، لان في الوقت ده كان الرب عارف ان في مجاعة جاي على كل العالم القديم في ذلك الوقت، فالرب يحط يوسف في موقع به يعود العالم ويعود إخواته. وهنا نلاقي خطة الله ومشيئة الله بتتم في يوسف بطريقة رائعة جدا جدا جدا. وانا عايز اقول لكل حد مستمع لهذه الحلقة، بدل ما تقعد تفكر مع نفسك وتقعد ترسي نفسك وتقعد تحزن وتكتئب وتحس ان السماء مقفولة وان مفيش امل، عايز اقولك النهاردة ارفع قلبك للرب، قول له رب اكشف عن عيني فارى مشيئتك الصالحة. امين امين. اكشف عن عيني فارى عجائب من شريعتك. اكشف عن عيني النهاردة يا رب عشان اشوف خطتك اللي انت رسمها ليا. الرب اكيد راسم لكل مؤمن وكل شخص بيحب راسم ليه خطة عجيبة مباركة، خطة صالحة. وعايز أقول أن أمور الله اللي بيرتبها لينا كبشر كمؤمنين هي أمور عجيبة وأمور عظيمة. صحيح. اسمح لي يا أسيس أقرأ هذا الجزء من سفر التكوين عن يوسف. كده يقول الكتاب سفر التكوين إصحاح 49 وآية 22، يقول كده: يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمر على عين، أغصان قد ارتفعت فوق حائط، فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب، من هناك من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك، ومن القادر على كل شيء الذي يباركك، تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط تحت، بركات الثديين والرحم، بركات أبيك فاقت على بركات أبوي إلى منية الأكام الدهرية، تكون على رأس يوسف وعلى قمة نزير إخوته. هذه الكلمات النبوية عن يوسف. أنا أشكرك لأنك الروح القدس قادك لهذه القصة اللي بتظهر مشيئة الله الصالحة. الصورة كانت قاتمة في البداية، مظلمة جدا، وإيه اللي هيحصل لحياته وهو بيعة وراح عند بيت فوتيفار ومراته كانت عايزة يعني يفعل معها الشر وترك لها الرداء وهرب، لكن الله لم يتخلى عنه وكتب الوحي المقدس هذه الكلمات عن أن يوسف غصن شجرة مثمرة. برضو كلمنا عن الحتة دي من فضلك. زي ما جنابك ذكرت أن الصورة كانت قاتمة، واحد بعد ما كان بيلبس القميص الملون وبيدلع وابنه مدلل لأبيه يترمي في جوب، بعد كده يتباع عبد، بعد كده يترمي في بيت بوطيفار تحت ايدين امرأة شريرة، امرأة بوطيفار، ولما يرفض الشر ويرفض الخطية يترمي في السجن ويضل لسنوات طويلة. لكن كان الرب معاه، يقول لنا الكتاب وكان الرب مع يوسف. هللويا. وكان الرب مع يوسف وكان رجلا ناجحا ناجحا. نعم. ويقول لنا الكتاب انه كل اللي كان بيصنعه يوسف كان الرب بينجحه. نعم. وجد نعمه يوسف في عيني بوطيفار، ويوسف بعد كده وجد نعمه في عيني السجان.
اللي هو مسؤول السجن. ويوسف وجد نعمة حتى في عينين المساجين اللي كان موجود معهم في السجن. ولما يخرج من داخل السجن يجد نعمة في عيني فرعون، وفرعون يصعده للمرتبة الثانية على كل أرض مصر. ومصر ما كانتش عبارة عن مساحة مصر الحالية، لكن بتشمل مساحة دول تانية حوالينا كتير. لذلك الرب رفع رفعة غير عادية. وفرعون نفسه أوكل إلى يوسف خزائن مصر، وأوكل إلى يوسف مهام لم يعطها لأحد من المصريين اللي حاملين الجنسية المصرية، بالرغم أنه هو شاب عبراني، بالرغم أنه كان خارج من السجن، بالرغم أنه كان عبد، بالرغم من كل الأمور دي كلها، لكن أعطى الرب نعمة ليوسف في عينين فرعون. ويوسف نجح جدا، نجح جدا في الوقت ده، إن إزاي إن هو يخزن الثمار أو القمح أو الحنطة اللي في أيام 7 سنين الشبع، ويخزنها 7 سنين الجوع، والحد وإلى اليوم، إلى اليوم بيذكر لنا التاريخ إن الصوامع اللي كانت موجودة من أيام الفراعنة هي ما زالت حتى اليوم موجود منها في أرض مصر وحوالين وحول العالم. مخازن القمح كانت بتتبني وبتتأسس على نفس الطراز اللي فكر في يوسف، واللي كان سبب فيه إن هو يكون بيخزن فيه القمح لمدة 7 سنين الجوع. عايز أقول إن الرب إلهنا إله عظيم، إله عظيم. اوعى في يوم من الايام تفكر مع نفسك، لكن دايما فكر مع الرب. ياللي محتار النهارده ومش عارف بكره فيه ايه، بكره ماذا يحمل الغد بالنسبه لك ولاولادك ولاسرتك ولشغلك ولبيتك، وانت مش عارف ايه الغد بيحمل لك ايه، اخي انظر الى اعلى، انظر الى الرب اللي قال لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، لتعلم طلباتكم لدى الله. لازم نفهم ان في لو نروح لتسالونيك الاولى 5:16-18 بيقول لنا كلمات رائعة جدا كتبها الرسول بولس: افرحوا في كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. مطلوب مننا، هتقول لي طيب أنا متألم، أقول لك صلي وأشكر وانتظر الرب، انتظر الرب. داود قال انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، انتظر انتظر الرب. يا رب ما هي مشيئتك؟ قال مشيئتي أن تكونوا فرحين، تفرحوا في كل حين، مشيئتي أن تصلوا بلا انقطاع، مشيئتك مشيئتي انكم تشكروا في كل شيء، لان هذه هي مشيئه الله في المسيح يسوع من جهتكم. ايه اللي طالبوا مننا يا رب؟ انا طالب منكم انكم انتم تكونوا في اتصال دائم بيا. فلو نكون في اتصال دائم بيك وبصلاه مستمره وبشكر مستمر، هنمتلئ بفرح لا ينطق به. هذا الفرح هو من ثمار الروح القدس اللي ساكن فينا، اللي بيصلي فينا بأنات لا ينطق بها. من ثمار الروح القدس بيقول لنا: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام. فتاني شيء، من تاني ثمرة من ثمار الروح القدس هو الفرح. بس ده يحصل إمتى؟ لما نصلي بلا انقطاع، لما نشكر في كل شيء. الروح القدس هيتكلم لينا، والرب هيكشف لينا عن مشيئته من نحونا، عن مشيئته من نحونا. لكن في امر تاني الرب طالبه مننا، والرب بيطالبه مننا لان امر هام جدا، سالونيك الاولى 4-3: لان هذه هي اراده الله قداستكم، لان هذه هي اراده الله قداستكم. وبيقول لنا الكتاب في العهد القديم، بيقول لنا الرب كونوا قديسين لاني انا قدوس، كونوا قديسين لاني انا قدوس.
وبيقولها الكتاب انه بدون قداسة لن يرى احد الرب. الرب عايزنا نكون قدس. طب نوصلها ازاي ونعملها ازاي؟ ناس كتير يقول لك لا القدسين دول حاجة واحنا حاجة تانية. لا، عايز اقول لك ان القداسة مرتبطة بشخص وليست مرتبطة بافعال الانسان. القداسة مرتبطة بشخص الرب يسوع المسيح. القداسة مرتبطة بروح المسيح. القداسة مرتبطة بالروح القدس. فاللحظة اللي فيها الإنسان بيختبر محبة الرب، واللحظة اللي فيها الإنسان بيختبر الميلاد الثاني ويصير إنسان جديد بيسكن فيه الروح القدس، والروح القدس الذي يسكن فيه هو يقدسه، يقدس الإنسان. فكل ما ندي الروح القدس مجال، وكل ما ندي الرب مكانه في حياتنا، ونخلي الرب يجلس على عرش قلوبنا وعرش حياتنا وعرش تفكيرنا، يبقى حياتنا كل يوم تزداد في القداسة، ونتمم إرادة ومشيئة الرب وهي قداسة حياتنا. كونوا قدسين لأني أنا قدوس. لأني أنا قدوس. أحبائي، في هذه الأيام يمكن أفكار الإنسان كما كانت أيام نوح. اليومين دول اللي احنا عايشينهم كل فكر الإنسان هو في أوقات كثيرة في الشر وفي النجاسة، في محبة المال، في الممتلكات، في حاجات كثيرة جدا، وانشغل الإنسان بعيدا عن الرب، فتلوث فكره وتنجس فكره بأمور العالم. لكن الرب بيقول لنا النهاردة: اعتزلوا عنهم يا شعبي، أي اعتزلوا عن أمور العالم، اعتزلوا عن الأفكار الشريرة، اعتزلوا عن الأشرار، اعتذروا عنهم يا شعب، لا تمسوا نجسا ولا رجسا فأقبلكم. أمين. لذلك الرب عايزنا في الأيام دي نكون ومشيئة الرب لحياتنا وإرادته هي أن نتقدس. أمين أمين. شكرا لك جناب القسيس لأجل هذه الكلمات. تقدسوا يا حاملي آنات بيت الرب، لأن غدا سأصنع بكم عجاب. نطلع فاصل ثم نواصل. أيها الفخار الأعظم، أنا الخزفي بين يديك، عض أصنعي وأن آخر مثل ما يحصل في عينيك. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزفي بين يديك، عد واصنعني وأنت آخر مثل ما يحسن في عينيك. أخضع ذاتي أصابعك تشكل فيا، لن أتوجع لن أتراجع، فأنا اشتقت لعملك فيا. أيها الفخار الأعظم،
نزفي بين يديك عد واصنعني معا آخر لا ما يحسن في عيني. صليها من غير موسيقى. أيها هللويا عد واصنعني وعاء آخر. إذا كان هذا الوعاء لا يقبل المشيئة الإلهية قل له رب تعالى أنا إناء خزفي، أنا إنسان ضعيف، لكن بجيلك النهاردة وأضع نفسي لكي تصيغني من جديد إناء يقبل المشيئة الإلهية ويكون لسان حالي لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. صلي هذه الصلاة قل له رب أنا مرات بعترض على المشيئة، ببقى كده مش قادر أقبلها. يا ناس بيبقى لهم طلبات معينة وعايزين أن الرب يستجيب هذه الطلبة في الوقت ده، لكن فكرة الله غير كده. أنا أتذكر مرة أحد الخدام صدقوني كتب لي كده رسالة على الماسنجر على الخاص يعني، فبيقول لي أبونا مكاري الكنيسة كانت بصلي لأجله ومات، وكمان زوجته الكنيسة كلها والعالم كله كان بيصلي لأجلها وماتت. طب ليه ربنا ما استجابش لطلبات القديسين في كل أنحاء العالم؟ يا أعزائي إحنا من عرف فكر الرب؟ من كان له مشيرا؟ ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت أفكار الله عن أفكارنا. أنت فكرك قصير، الرب اختار أبونا مكاري وزوجته الفاضلة أورا، ده التوقيت الإلهي أن يكونوا عنده. احنا مرات بنبقى مش فاهمين، لكن قول له يا رب فهمني ما هي المشيئة الإلهية، انت عايز ايه؟ لذلك هطرح السؤال على جناب القسيس، كيف نفهم المشيئة الإلهية؟ عشان نفهم المشيئة الإلهية لازم نقرب اكثر من الرب. ازاي نقرب من الرب؟ نقرب من كلمته. ما كتب في الكتاب المقدس، لأنه كتب لأجل تعليمنا وكتب لأجل أن احنا نفهم فكر الله ومشيئة الله. كمان نقرب منه لما ننحني قدامه باستمرار في صلاة، نصلي وقلبنا دايما يكون مرفوع ليه، وكل يوم نقول يا رب فهمني مشيئتك، فهمني مقاصدك. أنا إنسان ضعيف، أنا إنسان بسيط، أنا محتاج أفهم. فمن خلال كلمة الله، من خلال الصلاة، في أمر ثالث من خلال شركة المؤمنين. لما بنكون في الكنيسة أو مع المؤمنين في فرصة مناقشة كلمة الله أو فرصة صلاة أو فرصة التسبيح، من خلال فكر المؤمنين ونبتدي نتكلم مع بعض، هنبتدي نفهم من خلال الاختبارات اللي عاشوها المؤمنين الحقيقيين، هنقدر نميز ونفهم مشيئة الله. وفي هناك أمور أيضا أبعد من أفكارنا، هناك أمور أبعد من أفكارنا، زي اللي بيسأل يا رب احنا صلينا على مستوى العالم من اجل ابونا مكاري، اجل زوجته، لكن اللي حصل صلينا ان هم يشفوا من مرض الكورونا لكن هم ماتوا. لكن عايز اقول لك الله استجاب بطريقته. طب نفهمها امتى؟ لما نقعد قدامه
ونقول له فهمني كلمتك. لأن الكتاب المقدس يقول لنا عن الروح القدس إن هو اللي هيفهمنا واللي يرشدنا وينصحنا الطريق التي نسلكها وعينه علينا. فمش هنقدر نفهم وإحنا قاعدين نحسبها بالورقة والقلم، لأن حساباتنا إحنا حسابات محدودة، وحسابات أوقات كتيرة بتبقى حسابات مغلوطة لأنها حسابات مادية. لكن أمور الله أمور فوق العقل، هي ليست ضد العقل لكنها فوق العقل. ولذلك يقول له يا رب فهمني، زي ما قال له المختبر من قبل، قال له أنا بليد عندك، أنا بليد عندك، أنا حد محدود. وأيضا هناك أمور كثيرة لن يفهمها الإنسان في وجوده على الأرض وفي حياته على الأرض. هناك أمور لن نعرفها ولن نصل إليها، لأني مين إحنا عشان نوصل لكل أمور الله. لكن الرب بيكشف لينا الأمور اللي هي عايز يفهمها لنا، واللي على قد عقلنا ما هيقدر يستوعبها، واللي لمصلحتنا إن هو يفهمنا الأمور دي. لكن في أمور مخفاة عن البشر لأن البشر مش هيقدروا يستوعبوها، وهتكون سبب مفاجأة أو صدمة أو أي شيء البشر مش هيقدر يفهمه ولا يقدره. أسيس معلش، وانت بتتكلم ربنا شغلني، ولا سيما بعد حضرتك ما اتكلمت عن يوسف، هناك شخصية في الكتاب المقدس، شخصية أيوب. هذا الرجل اجتاز في ظروف صعبة جدا جدا جدا، ولكن في النهاية خرج باختبار رائع جدا جدا. أنا مش هتكلم، لكن هسيب الفرصة لحضرتك تكلمنا عن المشيئة الإلهية في حياة أيوب، وكيف خرج باختبار رائع. ربما ناس بتسمعنا دلوقتي ظروفها يمكن مشابهة لأيوب أو قريبة شوية، تقول لهم إيه وتخرجهم إيه من هذا الاختبار الرائع اللي مر به أيوب في ظروف قاسية، لكن في النهاية عظم الرب. وأنا هسيب الفرصة لحضرتك، تفضل. أيوب مر بتجربتين من أقصى التجارب اللي ممكن يمر بيهم إنسان على وجه الأرض. التجربة الأولى كانت تجربة في المال وفي الأولاد، أن كان حد غني جدا 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 وكان عنده 10 من الأولاد والبنات. في لحظة من اللحظات جاله خبر أن كل الثروة بتاعته وكل أولاده وبناته كلهم ماتوا، وبقي هو ومراته فقط لا غير. ففي اللحظة دي يقول لنا الكتاب أن هو قال الآية الشهيرة اللي كلنا عارفينها، عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. لكن التجربة الثانية اللي أن الشيطان سمح الرب للشيطان أن يضربه في جسده، وابتدى يحك جلده بالأحجار، وابتدى ظروفه بقت صعبة جدا جدا. لكن في الوقت ده مراته قالت له بارك الرب وموت، لكنه هو قال لها أنت تتكلمين كإحدى الجاهلات. الرب أعطى والرب أخذ، والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. أيوب لم يفتح فاه يوم من أيام الإساءة إلى الله، لكنه طوال التجربة هو بيتساءل ليه بيحصل معي كده. لأنه مهما كان أيوب هو إنسان محدود بيفكر، طب يا رب أنا بحبك، لماذا أصابتني كل هذه؟ طب يا رب أنا ما فيش خطية في حياتي، أنا لم أخطئ في حياتي، طب ليه أنا أصبت بهذه التجارب اللي الصعب والقاسية جدا اللي لا يحتملها بشر؟ لكن مع اكتمال التجربة هللويا يقولنا ورد الرب سبي أيوب. ورد الرب سبي أيوب. ربنا يباركك. وانت بتتكلم عن هذا الرجل العظيم،
خرج أيوب باختبار رائع جدا جدا جدا، بالرغم من الهجمات الشرسة وبالرغم من المحاربات من مراته، من الشيطان، من الأصدقاء، الكل كان ضده، لكن لما خرج من هذا الاختبار قال هذه المقولة الرائعة بلسان الشخص التقي المؤمن الواثق في يد الرب القديرة. قال إيه؟ قال علمت علم اليقين أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. كان واثق في إلهه. لما تكتاس في تجربة أيا كانت، صدقني صدقني يخرج من الحبس نفسك. الرب لن يتخلى عن أولاده. قال كده عبد الرب: كنت فتى والآن شخت فلم أرى صديقا تخلي عنه. مش هيتخلى عنك، ولا ذرية له تلتمس خبزا. خليك واثق في ربنا. في تجارب، أيوة في تجارب، في يعني مصاعب هتقابلنا، أيوة في، لكن خلي عينك على الرب. يقول كده: نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخجل. ثبت أنظارك فيه وحمولك سيبها عليه. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. لو تتكل عليه، لو تسلم للرب كل مشاكلك، كل ظروفك، بيتك، ولادك، الأمراض، لو واحد عنده مرض قول له أنت الطبيب الشافي، ماليش غيرك، أنت إلهي سيدي خير لا شيء غيرك. وتخرج بهذا الاختبار: أنت تستطيع كل شيء ولا يعصر عليكم. جناب القسيس، دهمنا الوقت لأن في كم طلب الصلاة لازم نقولهم. كنت عايز أقول قبل طلبات الصلاة في تفضل في عبارة قالها أيوب، تفضل، أنه بسمع الأذن كنت أسمع، بسمع الأذن قد سمعت عنك ولكن الآن قد رأتك عيناي. نعم. أيوب في أثناء وجود الغنى والأولاد وعدم وجود تجارب أو أمور فيها ضغوط، أيوب كان بيسمع عن ربنا، كان بيحب ربنا لمجرد السمع، لكن بعد الضغوط وبعد التجارب القاسية قال له كده: النهاردة بس أنا عيني إيه؟ عيني شتى. أنا اختبرتك. وده الفرق بين شخص بيحب ربنا لمجرد ان سامع عنه، وشخص تاني اختبر الرب اختبار حقيقي. صحيح. اصلي ان الرب يدي كل حد من البشر اختبار من خلاله يعرف مين هو الرب، مين هو الرب وعظمة محبة الرب، وقد ايه الرب حنين، قد الرب عظيم، وقد ايه الرب في تدبيراته امور عظيمه جدا، مكتوب عنه: يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. شكرا لك جناب القسيس. طلبات صلاه كتيره، وعايز اشجع الناس اللي هم بعتوا طلبات الصلاه. تليفون السماء، البرنامج تاسس بدايه من سنين كثيره على طلبات الصلاه، ولما لقيت المرة دي طلبات الصلاة كثيرة وكثيرة جدا، قلت له: يا رب انت بتكلمني وانا بسمع صوتك، ان فعلا انا هعد نفسي للعودة لطلبات الصلاة، لان تليفون السماء ده بين قلبي وبين حبيبي، عدي التليفون لاسلكي في تواصل بيننا وبين الرب. لما نكتسب ضيقة نطلب الرب، اطلب الرب يا زاكريا، الرب اطلب الرب ولا تدعوه يسكت. هقرا الطلبات دي وبعدها حضرتك هتصلي وانا برضو هختم بالصلاة. سيدة اسمها نادية بتقول: ممكن تصلوا لابني اسمه فادي، عنده 28 سنة، اسلوبه صعب ومش بيستمر في شغله، وتعبت منه، بقيت أدعي عليه وعلى نفسي. وصلوا لأجل ولد اسمه نبيل في الكويت، عنده مشكلة كبيرة، صلوا كتير، ربنا يقف معانا. صلاة من أجل خادمة الرب
تعاني من أمراض كثيرة كي يتحدن الرب عليها ويمد إيده بالشفاء لتعود تخدم الرب بقوة ومسحة مضاعفة. نرجو الصلاة من أجل الأخ موسى، يعاني من كانسر وسكر وضغط وحساسية بالصدر. نثق في الإله القدير إنه يمد إيده ويشفيه. الأخت نادية بقطر بتقول محتاجة صلوات لي ولعائلتي ولزوجي وأولادي وأحفادي. ربنا يقربنا كلنا لربنا أكتر وأكتر ويحافظ علينا ويحمينا في دمه، وبنحط كل ظروفنا ومشاكلنا وأمراضنا بين إيديه. أم سامح بتقول اذكرنا في صلاتك يا حضرة القس فتحي. أم مجدي اذكرنا في صلاتك يا قس فتحي. طلبة خاصة من القسيس نصر الله جاد، وده والد الدكتور جوزيف. أرجو أن نصلي لأجله. بيقول كده: يوجد تنميل في ذراعي الشمال من سنتين بعد ما الرب لمسني من الكورونا والجلطة. أمين. الأخت نادية حبيبة محتاجة صلاة من أجل أولادي وبنتي بالغربة وشفاء كل مريض. الأخت جانيت ويليام صلاة إني أركب رجل صناعية وأقدر أمشي. الأخت نادية البشارة بحاجة في صلاة لأجل أولادي وأحفادي بنجاح وحماية ولمسة شفاء لي أنا وشكرا. الأخت مي فرحة نصحي، ماما فرحة نصحي، من فضلك صلاة لأجلي ولأجل أولادي وأحفادي أن يكون الجميع مع الرب في اسم الرب يسوع. الأخت علياء اي بي صلاة لأجل ابني أن يتفوق في الشهادة السنوية السنة دي، وكمان يفتح الرب لينا باب الهجرة. الأخت فيبي صبحي اذكرني في صلاتك لو سمحت. الأخت شادية حبيب محتاجة صلاة من أجل أختي، عندها جلطة وعندها شلل في الإيد والرجل وقليلة في الكلام. من فضلكم صلوا لأجل هذا الطلب إن الرب يأتي بلمسة شفاء ويشفيها. الأخت أنهار إبراهيم صلاة من أجل شفائي من خشونة المفاصل لكي أستطيع أن أقوم بواجباتي تجاه أسرتي. وأيضا طلب الصلاة من أجل حماية أسرتي من الأمراض ولا سيما الأمراض الوراثية. الأخت مارسيل تطلب الصلاة من أجل ابنها كرولوس. الأخت سناء نصيف صلاة من أجل أبنائي أن يكونوا ملكا للرب وأن يدبر حياتهم الزمنية. الأخت مريم إبراهيم صلاة من أجل مصر والرئيس السيسي وكل شعب مصر. الأخ عيد توفيق يطلب طلب الصلاة من أجل ابنة الرب إيفون محروس زخاري، ابنة المرحومة حكمة أختي، أن الرب يكمل شفائها بعد إجراء عملية. صلاة من أجل شاب يعاني من الإدمان، تعافى. صلاة من أجل شاب تعافى من الإدمان، إن الرب يكمل شفاء فهو تحت العلاج. طلبة صلاة من الأخت تيري تطلب صلاة من أجل شاب اسمه أحمد عنده كانسر، إن الرب يشفيه ويشهد عن عمل المسيح في حياته. طلب الصلاة وصرخة من أم لأجل بنتها، إنها على علاقة بشاب مسلم مع أنها قريبة من ربنا حسب قول الأم، لكنها متقلقة من هذا الشاب. أمين. طلب الصلاة لأجل سامر وسامي وفايز، الرب يحررهم ويفك قيودهم ويكونوا ملك للمسيح. الأخت نجاح بتطلب صلاة لخلاص نفوس، وصلاة من أجل عيلتي وصفاء للذهن للطلاب وهدوء من العصبية اللي عنده الطلاب باسم يسوع. الأخ مجدي أرجو الصلاة لأجل مسكني والمضايقون كثيرون كثيرين الذين
يريدون أن أترك مسكني، والمضايقات مستمرة منذ عدة سنوات. خلونا نصلي. اتفضل جناب القسيس وبعدين أنا أصلي بعد حضرتك. اتفضل. يا صاحب القلب الحنون، يا من أحببت الإنسان محبة أبدية وأدمت له الرحمة، يا من بفمك القدوس دعوت جميع المتعبين قائلا تعالوا إلي، يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، يا من كنت تتمشى في شوارع المدن في أورشليم وفي اليهودية السامرة وفي أماكن كثيرة كنت تجول تصنع خيرا وتشفي كل مرض الشعب وتشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، وكل من لمسك نال الشفاء، وكل من لمسته نال الشفاء. يا من بكلمة منك هدأت أمواج البحر، يا من بلمسة منك ويا من وضعت يدك على المرأة المنحنية فاستقامت، يا من صنعت عينين جديدتين للأعمى منذ ولادته. يا رب اليوم بنضع كل هذه الطلبات، كل هؤلاء الأشخاص اللي وضعوا ثقتهم في شخصك، نضعهم بين إيديك يا رب، وأنت العالم بكل احتياج وكل طلبة، كل احتياج، كل مرض، كل تعب، كل مشكلة، في اسم الرب يسوع نضع الكل بين إيديك ونصدق إنك أنت الرب الشافي، كما نطقت إلى شعبك قديما أنا الرب شفي. نعم. يا رب بصدق إن صلاة الإيمان تشفي المريض. نعم. صلاة الإيمان بتحل المشكلة. بصدق إنك أنت رب الليلة تصنع أمور عظيمة يا رب مع عبيدك مع أولادك وبناتك اللي مصدقين في تدخلك يا رب، سواء أمراضهم أو مشكلاتهم، في اسم الرب يسوع يا رب الليلة تصنع معهم معجزات، تصنع معهم عجائب، فينطقوا مع أيوب قائلين قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. بعظمك ومجدك لكل الحمد. أمين. رب بنشكرك بنعظمك لأنك أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، لم تتغير يا رب، لم يعتريك تغيير ولا ظل دوران. إله أمانة لا أجور فيك البتة، لا تعاملنا بحسب خطايانا ولا بحسب آثامنا، لكن كبعد المشرق من المغرب أبعدت عنا معاصينا، كما يتراءف الآب على البنين هكذا تتراءف أنت يا رب على خائفيك. يا رب عبيدك اللي كتبوا هذه الطلبات دول كتبوها ليك انت يا رب، انت الطبيب العظيم، انت الاله القدير، انت الذي كنت تقول تصنع خيرا يا رب، تشفي كل المرضى، كل المرضى، بل مكتوب عنك يا رب ان كل الذين لمسوك نالوا الشفاء. ده المرأة نازفة الدم يا رب جت وقالت آه لو لمست هدبته أشفى، وفعلا مجرد تلك اللمسة جف ينبوع دمها في الحال. يا رب من فضلك، أنت لم تتغير يا رب، أنت أمس واليوم وإلى الأبد، أنت تقدر تشفي كل المرضى الآن، الآن باسم الرب يسوع تخرج منك قوة تتلامس مع كل الطلبات يا رب. انت اله القادر على كل شيء، تقدر يا رب تلمس كل المرضى الان باسم الرب يسوع، كمان المشاكل اللي في البيوت والمشاكل اللي بتحيط بكثيرين يا رب، انت تقدر تحل المشاكل، انت العظيم القدير. الناس اللي تعبانة،
الناس اللي متضايقة، الناس اللي ظروفها صعبة، تحنن على الكل يا رب، لأن أعين الكل إياك تترجى. أشكرك من كل القلب لأنك كنت حاضر وسطينا، أشكرك لأنك باركتنا بكل بركة روحية في المسيح يسوع. علمنا أن نسلم لك الإرادة وأن نتكل عليك، ولسان حال كل واحد منا، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. ولإسمك أهدي كل الإكرام والحمد من الآن وإلى الأبد، آمين. جناب القسيس، أنا بشكرك شكر من الأعماق لأجل كل كلمة الرب ادهالك، والرب يباركك في كنيستك وفي تجولاتك وفي المكان اللي انت فيه حاليا، ليستثمر الرب كل كلمة لمجد اسمه ولخلاص النفوس. أحبائي المشاهدين، أنا بشكركم جدا جدا لأجل مشاركتكم بطلبات الصلاة. بصلي زي ما اتحد معايا جناب القسيس أن الرب يتحنن على الكل، هو الطبيب العظيم، خليك ماسك فيه زي ما قالت كده عروس النشيد: أمسكته ولم أرخه، أدخلته خبى قلبي وعلمه فوقي محبة. الرب يكون معاكم، يحافظ عليكم ويديكم سؤل قلوبكم ويبارككم بكل بركة روحية في المسيح يسوع. ولا لقاء في حلقة جديدة من برنامجكم تليفون السماء، وسلام الرب معكم. لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص، وعندي سلام جوه المسيح، أصل المسيح. لأن الموضوع النهاردة مهم جدا جدا جدا، الرب يسوع عايزك تبقى خادم مميز، وده بيوريك ان الله عطا صليت فقول ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، على ابونا السماوي اللي في كل الراحه والامان.